يا هو ما تشعر في ناس بتمشي هنا؟ ايه اللي عدعيز قوم يتكلم مع الرجال و... لا إلا الله محمد رسول الله. ايه ده؟ انت ليه تضارب مع الناس؟ شبيك لبيك امنيتك بين ايديك. تفضل. انا عاوز اروح اوروبا في يوم واحد والفها وارجع. وانت؟ بالله هذا اللي راح قبل شوية رجعه. ماما شوفي ليش واقفة فوق؟ بتخافي من الصرصور يا ديناصور؟ يا هو ما تشعر في ناس بتمشي هنا؟ ايه اللي عدعيز قوم يتكلم مع الرجال و... لا إلا الله محمد رسول الله. ايه ده؟ انت ليه تضارب مع الناس؟ يا استاذ. نعم هذا اللي قدامي يلعب ببجي. وانت شلون عرفت؟ رسل لي دعوة. يا حمارة. ماما عايز كورونا. هي فيه هي فيه احفظنا يا رب. ايه يا ماما ما تخفيش يا رب. بقولك نفسي اكل مكرونة. مكرونة؟ شو رأيك تحكي بسم الله قبل ما تأكل؟ إيش؟ لو ما حكيت بسم الله الشيطان باكل معك. أنت عم بتذكرني أحكي بسم الله؟ ما هو لو عم تأكل إشي محرز بقول لك ماشي، بس عم تأكل فاصوليا مش جاي عبالي أكل فاصوليا صراحة. احكي بسم الله. ليش شو مالها الفاصوليا يا نجس أنت؟ مالها الفاصوليا؟ طعمك فكك، طعمك سيء ما بتتاكل حر. أنا كيف؟ هي تحكيش مع الفاصوليا زي هيك. ماشي ماشي انت احكي بسم الله وبتنتهي القصة هاي كلها. بس احكي بالله لا تحكي، خليه يأكل فاصوليا غصب عنه يأكل. إذا ما انت مالك انت شو مشتبه انت ايش بدك؟ آخر هذا اللي انت شاطر فيه، لما تأكل برجر وبيتزا بتحكي بسم الله، بس لما تيجي تأكل فاصوليا بتلقلق بتنسى بتفرمت عقلك صح؟ انت قاعد بتعاتبني؟ هذا انت حمار جد؟ انسان مش منك من لونك الأحمر تقول كاتشب. كاتشب حلو صح؟ أكون كاتشب ولا أكون فاصوليا؟ قلت لك تحكيش مع الفاصوليا زي هيك صح؟ شايفه؟ هتحكي بسم الله صح؟ أكيد. كل بسم الله. يا زلمة مين الشيطان أنا ولا أنت؟ جعير يلا قومي بلاش خير. تروشي تنظفي تنظفي، غسلي وجهك المعفن، نشفي، يلا أفطري، نططي، اسبحي، اغرقي. آخر مرة تسبحي. فاصل ونواصل. سوي تان والأرض حارة. خلاص كملتي دقيقة. تسلقي. صرتي وسخة بننظفك مرة ثانية. وقت التنظيف. صابون. يلا اسبحي. خلاص عاد. تسلق الأزهار. يا علقت لك لا تتسلقي نشوف لك جروح. يلا نامي. وبس باي. أنا جيت المغرورة هنا. تمشي بالسوق مسوية إنك خقة، لابسة عباية طايحة ونصها فشلة، تقولي إنك مزة وشكلك مرة رزة، جا وقت الحقيقة فلا تكوني مليقة. شكلك بطة شعرك مخفى، لبسك قراوة أم الفهاوة، رمشك كآبة حلقك تعاسة، شعرك إكستنشن يقولوا إنه إشاعة. جمال ما هو دايم، عقلك اللي باين، ثقتك مزاير، روحك مناير، وين الحبايب؟ عقلي والله طاير. كوني خقة بأخلاقك مو بس بالشكل. لو عطوك مليون ريال ايش بتسوي فيها؟ بعطيك اياها. اوه كيوت. كذاب. ماذا نحن هنا سؤال. ضوء لما وسط المدينة رسم نداء الأم حسين، حين تكفخ وتتفرحين، ذلك العالم محسن. دن 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 دن